يعني اتبلغت بخبر من زمايلي في وزارة الصحة، يعني وده شغل معمول بقاله الحقيقة لا يقل عن شهرين ثلاثة أو أربع شهور فاتوا، إن إحنا منتظرين في لحد آخر نوفمبر يعني هنصل إلى حوالي 22 مليون جرعة جديدة. استلمنا في أول 14 يوم لحد النهاردة 7 مليون جرعة استلمناهم بالفعل، ومنتظرين في خلال شهر نوفمبر قبل ما ينتهي 14 مليون جرعة جديدة. أغلبيتهم بقى من إيه بقى يا أستاذ عمرو؟ فايزر 1.5 مليون جرعة، أسترازينيكا 2,300,000، جونسون 9 مليون جرعة و600,000. يعني إذن إحنا حتى كمان يعني كدولة، وزي ما حضرتك بتقول بقى، وده يعني تكليف من سيادة الرئيس ومتابعة يومية من خلال لجنة الأزمة ومجلس الوزراء، إن إحنا نكون عندنا توفير لكافة أنواع اللقاحات على مستوى العالم متوفرة وبكميات. لا يوجد عندنا أي شيء نقدر إن إحنا نقول إن إحنا عندنا نقص، أو في بالعكس إحنا عندنا زيادة، ويتبقى فقط إن يكون الوعي زي ما حضرتك تفضلت كده، إن كل واحد ما يفتكرش إن الموضوع بعيد عنه أبدا، هي أقرب مما تتصور إن هو يجي لك، وعمر ما في واحد يقدر يقول أصلا سني صغير، أصلا صحتي كويسة، فأنا معصوم أو طيب. مش ممكن يحصل لي مشاكل.